ما بدها بتاكل؟ فيت بكير واكلت. ماشي الحال. الاكل وفهمنا ليش ما بدها بتاكل. هالسرحان لشو؟ بتعرفوا؟ صرت انا ونايم وانا وفايق عم بحلم بالشي اللي ساويناه وعم نساويه. قتل، دم، خنق. حتى احلامي صارت علي اقسى من نار جهنم. طيب شو رايك تروح تسلم حالك وتعترف وتخلص وتخلصنا؟ حاكم هيك وهيك عايش بنار جهنم. اذا هالشي بيريحني من العذاب ما عندي مانع. مجنون وبيعملها. بتعرفوا طالما عم فكر بهي الطريقة صرت بستحق القتل، ما هيك؟ لفها مصباح، لفها. بتعرفوا شو عم فكر هلا؟ بشو؟ انه نطلع نشم الهوا برا. بالله. طيب شو رايكم بالليل نروح على شي مطعم نتعشى هنيك؟ عم تحكي جد لك مصباح؟ عم بحكي عن جد ومصر، وإذا ما رحتوا معي رح أطلع لحالي. يا ابو صاحي أخ مصباح، شو قصتك؟ إيش ومسكني عن روحك؟ روحي؟ وين روحي؟ روحي راحت من هذاك اليوم. أنو يوم؟ مال مالل رح أطلع، رح أختنق، رح بدي أتنفس، بدي أشم هوا. مصباح اوعك تفكر تطلع من البيت لحالك، لانه اذا طلعت بتصير مثلك مثل رياض. جدلي قصدي بتصير خطر علينا. هي اديب طلع وما صار في خطر علينا. اديب جريمته انه خباكن عنده، بس انت جريمتك قتله بلاوي زرقاء. قصدك قتل اخي وقتل الأبرياء؟ مصباح! تخنتها. طيب ماشي، ما منروح بالليل، خلونا نطلع هلأ، خلونا نتغدى، خلونا نشم الهواء هلأ. أما هذا مصباح عليك النهفة. بالنهار وسلاح ما معي، وإذا فيكن تمنعوني تعالوا منعوني. مصباح! لحدا اكل سكين ولحدا اكل رصاصه؟ لك يا اخي قلت لك خليها خلقها من تحت الارض حتى لو اضطريت تقتل، شو بك؟ طيب عاد حدا على الريف هنيك في جرائم كثير. لك قصدي جرائم الاخذ بالتاه. لك شو بك؟ ايه ايه بتعرف؟ اذا
تلبيتني راح اكشكشك كشكشه بحياه عمرك ما تكشكشتها. هذا غير الخير اللي راح يهل عليك الشهر الجاي. شو فهمت مني؟ بدي اياها تازه وسخنه. ويا ريت تلفها بورق سلوفان كمان. مع السلامه. يمكن لازم افكر بطريقه ثانيه. طمني يا سي سوسن، ولا مشروع بسوريا كلها ممكن يربح قد هالمشروع. بعدين نحن الالعاب اللي رح نجيبها بكل الشرق الاوسط ما في منها، نفس مدن الملاهي اللي بامريكا باوروبا. معلش معلش يا جماعه، خلوها تدرس كل شيء على مهلها، ما بدي اي شيء يفوتها نهائيا. لا اكيد ما حيفوتني شيء، يعني لانه كل شيء صار واضح. يعني نقدر نقول مبروك؟ مبدئيا الله يبارك فيك. والمبلغ اللي بدك تدفعيه نحن مانا مستعجلين عليه، انا وشركائي سدادين. لا لا مو هيك اكيد، بكره الصبح بيكون المبلغ تحت تصرفكم. انا هلا اطمنت على نجاح المشروع. هلا لاطمنت على نجاح المشروع؟ ايه طبعا، كنا ثلاثه خناشير وهلا دخل السعد بيناتنا. كلك زوج. هلا بقى في مجال تفرجوني عرض كتافكم؟ لا يا طيب. بدي ابقى انا وخطيبتي اذا بتريد. خطيبتك؟ اليوم المساء ان شاء الله حتكون خطيبتي. في حدا بيقلع شبكاته هيك؟ انا. امشي عباس. اشتقت لك. لو كان بده يحرق الشام كله كان خلص حراته. الله يخليك فاضل، انا من غير شيء متوتر، هلا بيزهى وبيرجع لحاله. ان شاء الله يتذكر يجيب لنا اكل. يا ابو بوس ايدك، بوس ايدك حاجه تبكي. انا بعثت لك مبلغ منيح مشان تعيشي فيه انت واختي. امي عيشوا عيشوا، لا تفكروا فيه. انا مسافر سفره طويله وما راح ارجع. لكم يلا خليكي حاجه تبكي. انا تبت وندمت على كل شيء ساويته، وعم بدعي لربي انه يقبل توبتي. يا مو بوسي لي اختي، قولي لي انا اسف. اسف اني اسف. خاطرك